عندك ايه بقى؟ احكي لي بقى الغنى وكده، عندك ايه؟ الغنى والتمثيل. عندي مسلسل لؤلؤ ان شاء الله نازل المفروض اخر الشهر، وعندي كذا مشروع سينما ان شاء الله قريب، هيكونوا حاجات حلوة جدا ان شاء الله. وبشتغل على شوية اغاني كتير وبلحن حاجات وبسيبها لنفسي وبفكر فيها يعني. ما شكلك خلصت ولا لسه؟ المفروض ان هي خلصت يعني. انا بالنسبه لي المشاكل لما اكون موقوف عن الغنى او موقوف عن التمثيل. انا ولا موقوف عن الغنى ولا موقوف عن التمثيل، ومفيش لحد دلوقتي حكم قضائي بيقول كده، فاحنا مستنيين بقى الـ 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 هنفضل في المشاكل ده. اتصالحت مع سارة الطباخ واتخانقت والله 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 مش هنخلص. انا نفسي اخلص والله العظيم يعني. انا مش هقول لك غير ان انا اكيد مش عايز مشاكل لنفسي، واكيد مش عايز افضل في الخناقات وفي وجع الدماغ ده، واكيد هي عندها وجهة نظر وانا عندي وجهة نظر وفي خلافات، وطبيعي ان يبقى في خلافات. فانا مستني يعني، مستني اشوف ايه اللي هيحصل. وفي الاخر احنا اضطرينا ان احنا نوصل للقضاء، والقضاء عادل، وانا متأكد واثق 1000000% ان اللي معاه الحق بغض النظر الحق مع مين، اللي معاه الحق هياخده.